لو لم تأكل سنو وايت التفاحة التي أعطتها إياها السيدة العجوز، لو أن سندريلا نسيت منتصف الليل واستمرت ترقص مع الأمير، لو أن الحورية الصغيرة لم تنقذ الأمير من السفينة الغارقة، ولو لم يدخل هانسل هو وغريتل إلى بيت الحلوى، أو إذا لم تكن ذات الرداء الأحمر قد أخبرت الذئب عن وجهتها، لم تكن لتوجد أي من تلك الحكايات الخيالية. لقد أخذتنا تلك الحكايات في مغامرات مشوقة إلى عوالم سحرية لم نراها من قبل. كان التحدي أحياناً ضد الشر وأحياناً أخرى ضد الوقت. لقد علمونا المعنى الحقيقي للشغف، الحب، الصداقة، المساعدة، التعاون، ومعنى العائلة. لقد بكينا معاً وضحكنا معاً، ولكن في النهاية كنا دوماً نتعلم شيئاً جديداً. مليئة بأفضل وأحب القصص الخيالية، قناة أديس أبابا لكلاسيكيات الأطفال الآن على يوتيوب.